طبعا السؤال هذا من شخص مبتدئ باللعبة، يعني واضح من سؤاله انه مبتدئ باللعبة. يقول كيف ابيع حصاني؟ اتوقع انه متضايق من الحصان الاول اللي يجي مع اللعبة، هذاك رخيص تخبرونه. المهم الحين ابوريكم كيف تبيع الحصان او تصرفه. هو اصلا ما في شيء اسمه بيع حصان، يعني باللعبة هنا ما في انك تبيع حصانك، لكن تقدر تصرفه. والحين بوريكم الطريقة كيف تصرفون الحصان اللي ما تبغون. طيب ندخل، هاي افتحوا. طيب دخلنا، الحين عندي التركماني انا ما بيه، فابى اصرفه علشان اشتري محله تركماني ثاني الجديد. ندخل على الاحصنة اول خيار، وكذلك ندخل اول خيار الاحصنة اللي معاي. طبعا انا ليش بصرف التركماني، التركماني الذهبي، لاني صراحة متخاسر اني اشتري محل زيادة، فابصرفه واشتري محله تركماني الجديد. طبعا كيف نصرفه؟ نجي عند الحصان اللي ما نبيه ونعلق على مربع، بكذا خلاص صرفناه. شوف لو تلاحظون ما جتني لا فلوس ولا شيء، يعني ما في بيع، لكن قدرت اني افضي مكانه. والحين بس استخدم الحصان اللي ما عجبتني، الحين بشتري التركماني الجديد. وننزل هنا وروح فئة التركماني وانزل، ابي الاحمر انا، وهذا الاحمر زي ما انتم شايفين، وعندي عليه تخفيض، نضغط L3 صار عندي ب700. ويلا نشتريه. طيب وش نسميه؟ انا بسميه الاول تركماني. طيب اسميه الاحمر، يلا اسمع للسريع الاحمر. طيب تم، وبكذا شريناه، وهذا الاحمر وصل زي ما انتم شايفين، ما عليه سرج ما عليه شيء. طيب نضغط اكس نشوف له سرج يناسب شكله. طبعا بالشكل ما في احلى من السرج هذا الى حد الحين، روكستار ما ضافوا سرج شكله حلو مثل هذا. طيب ننزل نشوف، هذا اللي كان على التركماني قبل شوي، بس لونه ما هو زين. وهذا جماجم اسود تقريبا، هذا حلو. طبعا هذين انا مخلين العربي، السرج هذا مذهب احبه العربي. طيب اختار السرج هذا، نفس السرج اللي كان على التركماني الاول، نضغط مثلث صار السرج راكب عليه. الحين نرجع نعدل على شكله، طبعا نشوف الشعر الجديد وش فيه. تقريبا هذا حلو لانه بني، او هذا لا تقريبا هذا احلى. طيب نختار الشعر هذا. هنا وش هنا؟ الذيل، انا احب اختار الذيل بيصير، بس صراحة مع الشكل الجديد الذيل هذا صرت دائما اختاره. طيب نختار هذا، ايه تقريبا هذا حلو. اوكي وهذا الشنب، لا شكرا ما نبي شنب. طيب وش بقى هنا؟ وش فيه؟ اوه بغيت انسى هذا التأمين. طبعا لا تنسون اي حصان تشترونه لازم تشترون التأمين معاه، علشان لو يموت بس تصفره يرجع مرة ثانية. طيب نشتري التأمين، يلا ندلعه. اوكي وبكذا شرينا التركماني الجديد، ونضغط عليه مثلث علشان يكون جاهز معانا. وهيا ننطلق بحصاننا الجديد ولف الواحد. هلا بالتركماني، ايش رايكم؟ انا شو اقدر ارقصه من اول لحظة ما يرقص. يقول لا 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 تحاول، لا تحاول معه. بسم الله، ايش رايكم شكله؟ والله حلو. نسيت البس قناع، بس ما ادري ما في قناع ينفع لي، شكله كذا حلو. بسوي مقارنة
بينه وبين الأحسنة ثانية، فاكتبوا لي بالتعليقات وش تبوني أقارن من الأحسنة، معي الفوكس الجديد ومعي التركماني الجديد، فأي شيء تبوني أقارن لكم اكتبوا لي بالتعليقات وأبشروا بالمقارنة اللي تعجبكم. طبعا إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا من اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.